بسم الله الرحمن الرحيم. التوبيك التاني اللي هناخده النهارده ان شاء الله ام اس تي مالتيبل سبانينج تري بروتوكول. ايه فكره المالتيبل سبانينج تري بروتوكول؟ نرجع كده بالذاكره، احنا كنا قلنا ان في كذا فيرجن من بروتوكول السبانينج تري، الليجاسي سبانينج تري اللي هو الكومون سبانينج تري بروتوكول، تمام؟ وقلنا ان ده سيسكو اساسا مش بتعمله سبورت، هي عملت عليه فيرجن تاني اسمه BVST بيرفيلان سبانينج تري بروتوكول. ليه كانت مشكلتي ايه في الكومن سبانينج تري بروتوكول؟ ان كانت كل الفيلانات اساسا ليها كالكوليشن، ليها انستانس واحد بس، تمام، من السبانينج تري بروتوكول. تمام، بروتوكول البيرفيلان سبانينج تري كل فيلان اساسا ليها انستانس خاصه بيها. بمعنى انا عندي مثلا في الشركه 100 فيلان، معنى كده ان كل فيلان ليها كالكوليشن خاص بيها اساسا. افتكروا كده الطريقه اللي كنا بنحسب بيها روت سويتش، والطريقه اللي كنا بنحسب بيها مين الديزيجنيتد بورت ومين الروت بورت، الكالكوليشنز ليها تتم 100 مره، مره بناء على مستوى كل فيلان. لو انا عندي دلوقتي شركه كبيره شويه، اعتقد ان ده لود عالي قوي على اي شبكه عندي، على اي سويتشد نتورك عندي، تمام. علشان كده عملوا بروتوكول الام اس تي. بروتوكول الام اس تي ده سيوتابل للانتربرايزز الضخمه اللي عندها فيلانات بعدد كبير. فكرته ايه؟ ان كل مجموعه من الفيلانات هيبقى ليها كالكوليشن واحده بس، ليها كالكوليشن واحد بس. يبقى الكومون سبانينج تري هي كالكوليشن واحده بس على مستوى كل الفيلانات. البير فيلان لكل فيلان هيبقى لها كالكوليشن خاص بيها. المالتيبل سبانينج تري حاجه كده وسط ما بين الاثنين، كل مجموعه من الفيلانات هيبقى ليها انستانس وكالكوليشن واحده بس، تمام. الفيتشر بتاع الام اس تي اساسا بدا كفيتشر تبع سيسكو، وبعد كده بقى اوبن ستاندرد. سيسكو هي اللي بداته في الاول، وكان اسمه ام اي اس تي بي مالتيبل انستانس سبانينج تري بروتوكول، وبعد كده اتحول لستاندرد عالمي وسموه ام اس تي مالتيبل سبانينج تري بروتوكول، وادوله تريبل اي طبعا نظرا لان هو بقى ستاندرد، تمام. فالتريبل اي ادت له رقم 802.1 اس. لغاية سنة 2005 بقى تابع بروتوكول الدوت 1 كيو اساسا، وخلاص يعني بقى ستاندرد وهو تابع اساسا بروتوكول الدوت 1 كيو، تمام. الفكرة تاني ان في البروتوكول بتاع الـ MST ان الادمن بنفسه هو اللي بيعمل مابينج بايده ما بين الانستانس بتاعت السبانينج تري وما بين الفيلان داتابيز، يعني كل مجموعة من الفيلانات هو هيحطها في انستانس خاص بيها. ممكن ان انا اكرر كام انستانس؟ لغاية 15 انستانس، من 0 لغاية 15، او للدقة 0 هنكتشف ان هي محجوزة ما اقدرش اكريتها، هي متكريتها جاهزة. يبقى من حقي ان انا كريت كام انستانس؟ 15. بس 3 انستانس مور ذان انف لاي شبكة، لاي شركة في الدنيا. ليه؟ لان اغلب التوبولوجيز اللي هتلاقوها في الشركات مش هتبقى مثلا حاجة فول مش بالمنظر ده. اغلب الشركات اساسا هتلاقوها على شكل ترانجل، على شكل مثلث كده. على سبيل المثال ده ديستريبيوشن، ده ديستريبيوشن، وهفترض ان اللي تحت ده مثلا اكسس سويتش، تمام. انا ممكن اخلي سويتش 1 هو ده الديستريبيوشن او هو ده الروت سويتش بالنسبه لمجموعه معينه من الفيلانات، وبالتالي البورتس اللي عليها كلها هتبقى في حاله الديزيجنيتد، والبورتس اللي قصادها هتبقى في حاله الروت. ده بالنسبه لمجموعه معينه من الفيلانات. واخلي سويتش 2 هو بالنسبه هو الروت بالنسبه للفيلانات الثانيه، وبالتالي كل الانترفيسز اللي عليها هتبقى في حاله الديزيجنيتد، والبورتس اللي قصادها هتبقى في حاله الروت، تمام. وطبعا في بورت منهم هيبقى اساسا بلوك، والبورت التاني هيبقى في حاله الديزيجنيتد. ده بالنسبه لاغلب الشركات. يبقى 2 انستانس في الحاله دي كويسين جدا، كفايه قوي. 3 انستانس مور ذان انف، يبقى 15 انستانس. مفيش اي انتربرايز اصلا بتوصل عدد الانستانس بالنسبه لها لكل العدد ده من الانستانس. فكره بروتوكول السبانينج تري من الاول بقى، او المالتيبل سبانينج تري بروتوكول، بيبقى عباره عن ايه؟ ان انا بيبقى عندي مجموعه من السويتشز، ادي سويتش نشوف كده ارسمه كده شبه الراوتر، بس يلا مش مشكله، انتوا عارفين ان ده ايه سويتش، تمام. هحطهم كلهم في ريجون. يعني ايه كلهم في ريجون؟ يعني الريجون ده مثلا هسميه اي اس، زي مثلا هسميه سيسكو وات ايفر، او ريجون 1 وات ايفر. كل السويتشز دي متوصله بينها وبين بعضيها، هيحصل كالكوليشن على مستوى السويتشز دي مين هو روت سويتش جوه نفس الريجون. والريجون ده اساسا عشان اقدر ان انا او اخلي كل السويتشز توافق على الكالكوليشنز بتاعتها، الريجون ده بيكون ليها نفس الانستانس نيم، ليها نفس حاجه اسمها ريفيجن نمبر، ليها حاجه ليها نفس المابنج بتوين الفي لان والاس تي بي.
يبقى الريجن ده تاني عشان اقدر ان انا اكريته to be in the same region. عشان كل switches تكون في نفس same region لازم يوافقوا على ثلاث حاجات. الحاجة الاولانية اللي هما ليهم نفس ال instance name, same instance name. تاني حاجة same revision number. تالت حاجة same mapping between ال VLAN database instance. يبقى تاني switches عشان اساسا توافق ان هما يكونوا في نفس region لازم يوافقوا على الثلاث شروط دول. تمام؟ لو انا حققت الثلاث شروط دول في region الاولانية الثلاثة switch دول 1 و 2 و 3 هيختاروا لنفسهم اساسا root switch خاص بيهم. طب سي دلوقتي ان انا هبدأ ان انا اكريت region تانية جواها ادي switch التاني التالت واحطهم كلهم برضو التلاتة في نفس الريجون ده. مثلا السويتش هنا 4 5 6 ومتوصلين ببعض. سي ان الشبكة بتاعتي كبيرة شوية, شبكة ضخمة شوية, هكريت ريجون كمان وجواه مجموعة من السويتشز. السويتشز دي هتبقى مثلا 7 8 9 ومتوصلين ببعض. وهفترض ان سويتش 7 متوصل بسويتش 3, سويتش 8 متوصل بسويتش 5, سويتش 2 متوصل بسويتش 4. كل ريجن من دول هيبقى له روت سويتش. فهفترض مثلا ان سويتش 1 ده هو ده الروت سويتش, سويتش 4 هو ده الروت سويتش, سويتش 5 او سويتش 8 مثلا هو ده الروت سويتش. يبقى كل ريجون اساسا يبقى لها الروت سويتش الخاص بيها. وبالمناسبه طالما السويتشز كلها جوه نفس الريجون بنسمي الكلام ده انترا ريجون. الترافيك اللي ما بينهم بنسميه انترا ريجون, ما بين تو ريجونز مختلفين بنسميه انتر ريجون. بنسميه ايه؟ انتر ريجون. وفي روت سويتش منهم, يعني ده بالنسبه للمالتيبل سبانينج تري بروتوكول, هو شايف الشبكه بتاعتي بالمنظر ده. الاول ندي كده كل ريجون اسم, ده مثلا ريجون اي, ده ريجون بي, ده ريجون سي. تمام؟ طب احنا هنصبر بس شويه وهنشوف الكونفيجريشن, هتلاقيها هايفه جدا فوق ما تتخيل. تمام؟ بالنسبه لبروتوكول السبانينج تري الكومن سبانينج تري هو شايفه ازاي؟ ان في عندي سويتش التاني التالت. تمام؟ سويتش منهم او ريجون فيها ده اي بي سي. وافترض ان السويتش ايه ده, ده مش سويتش بقى, ده ريجون. بس من وجهه نظر بروتوكول الكومن سبانينج تري اللي بيتباعت ما بينهم اساسا هو شايف ان السويتش ايه ده, ده الروت, ده اساسا الروت. معنى كده ان اي سويتش عندي في ريجون بي عايز يوصل للسويتش في ريجون سي هيعدي الاول عن طريق مين؟ الروت ريجون دي. يعني اي سويتش هنا افترض ان دي هي دي الروت ريجون بتاعتي, سويتش 4 عايز يوصل لسويتش 8, الترافيك بتاعها هيمشي ازاي؟ يعدي الاول على الشبكه دي وبعد كده يوصل لها. تمام؟ لان تاني من وجهه نظر بروتوكول السبانينج تري هو بيتخيل ان كل ريجن من دول اساسا كان هي سويتش مستقل بذات نفسه. وبالمناسبه بروتوكول الكومن المالتيبل سبانينج تري بروتوكول اساسا معتمد على بروتوكول الرابيد سبانينج تري بروتوكول. يبقى جوه الريجن ذات نفسها شغال بروتوكول ايه؟ الار اس تي بي. او للدقه بقى احنا عارفين ان سيسكو مش بتسبورت الار اس تي بي, احنا عارفين ان سيسكو بتسبورت الرابيد بي في اس تي بلس للدقه. تمام؟ يبقى جوه كل ريجون شغال بروتوكول مين؟ الرابيد بي في اس تي. ما بين السويتشز اساسا مو بعضيها او ما بين الريجنز مو بعضيها شغال الكومن سبانينج تري بروتوكول العادي. يبقى كل ريجون هيختاروا لنفسهم روت سويتش. تمام؟ ونفس الكالكوليشنز اللي احنا حكينا عنها في بروتوكول السبانينج تري العادي. وبعد كده من وجهه نظر الكومن سبانينج تري هو بيتخيل ان كل ريجون فيها اساسا عباره عن ايه؟ عباره عن سويتش ذات نفسه, مستقل ذات نفسه. تمام؟ في
في حاجه كمان، بروتوكول المالتيبل سبيننج تري بروتوكول باكورد كومباتبل مع بروتوكول السبيننج تري بروتوكول اللي هو الليجاسي سبيننج تري بروتوكول، وكومباتبل برضو مع بروتوكول البيرفيلين سبيننج تري بروتوكول. تمام. طيب في حاجه بقى، اغلب الشركات اساسا بتحط كل سويتشز جوه ريجن واحد بس، لان معروف ان عدد السويتشز بتاعتي لو زاد قوي زياده عن اللزوم بيبدا ان هي تحصل مشاكل. على سبيل المثال الماك ادرس تيبل مش هيقدر ان هو يستوعب كل الماكات اللي موجوده عندي في السويتش في الاجهزه اللي حواليا والسويتشز اللي حواليا. حاجه كمان هتبدا تحصل مشاكل اساسا في البرودكاست والارب بروتوكول الارب، هتحصل مشاكل كتير. فعشان كده اغلب الشركات لو السويتشز بتاعتي زادت قوي قوي زياده عن اللزوم بيبداوا يعملوا سيجمنتيشن اساسا لبروتوكول السبانينج تري باي لير 3 ديفايس. على سبيل المثال يعملوا سيجمنتيشن عن طريق راوتر او اي ديفايس يعمل سيجمنتيشن للسبانينج تري. تمام. فغالبا سيناريو زي ده نادر جدا 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 لو شفتوه، اغلب الانتربرايزز هتلاقيها شغاله على ريجن واحد بس. نشوف بقى اسئلتكم وبعد كده نكمل. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. كل اللي انا عملته بس وانا موقفه الفيديو شغلت ترانكينج على مستوى كل السويتشز بتاعتي. تمام. سواء ما بين 1 على 2 2 على 1 1 على 0 0 على 1، حتى ما بين سويتش 2 سويتش 4 سويتش 4 سويتش 3، قومت الشبكه بتاعتي كلها ترانكينج تو فيريفاي. لو انا جيت دلوقتي هنا كده قلت له شو الانترفيس ترانك، المفروض ان كل سويتش فيهم يكون عليه 6 بورت بيعملوا ترانكينج في حاله الترانكينج. تمام. نقدر بعد دلوقتي نقوم بروتوكول المالتيبل سبيننج تري بروتوكول. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. اول خطوه خالص، الاول انا عايزه اتاكد مين هو السويتش الروت بتاعي. لو قلت له شو سبيننج تري الروت، يبقى عرفت كده ان سويتش 4 هو ده الروت سويتش بتاعي. تمام. كل السويتشز المفروض ان هي توافق على سويتش 4 هو الروت. جود براكتس ان انت لما تبدا تعمل كونفيجريشن المالتيبل سبيننج تري بروتوكول ابدا من الروت سويتش، لانك لو ما بداتش من الروت سويتش وكنت بتعمل اساسا في تي بي بروتوكول، مش مشكله مش هنعمل حاجه بالفي تي بي دلوقتي. تمام. المفروض تاني لو انت دلوقتي بتعمل الكونفيجريشن وبتعمل مايجريشن من بروتوكول الرابيد سبيننج تري بروتوكول او الرابيد بي في اس تي بلس للدقه لبروتوكول المالتيبل سبيننج تري بروتوكول، لو عملت الكونفيجريشن دي على اي سويتش تاني غير الروت سويتش وما كنتش لسه لحقت تعمله على روت سويتش، هتلاقي بعض البورتس عندك اتحولت لحاله الروت انكونسيستنت ستيت. فبدل ما تحط نفسك في سيناريو سخيف زي ده، الريكومندد دايما تعمل الكونفيجريشن بنفس الترتيب اللي انا هعمله، يا اما ان انت تروح على روت سويتش تبدا عليه الكونفيجريشن، يا اما لو انت هتعمله على اي سويتش تاني اول خطوه مش تشغل بروتوكول المالتيبل سبيننج تري بروتوكول، لا اول خطوه خالص ان انت تبدا تعمل المابنج، عمليه المابنج، وفي الاخر خالص تيجي على كل سويتش تفعل عليه بروتوكول المالتيبل سبيننج تري بروتوكول. ازاي؟ اول حاجه هاجي على سويتش 4 واقول له سبيننج تري ان اس تي مالتيبل سبيننج تري كونفيجريشن انتر. لقيت نفسي دخلت تحت الكونفيج داش ام اس تي، هبدا اعمل هنا كونفيجريشن. اول حاجه لو استخدمت الهيلب هما الثلاث حاجات اللي انا محتاجاهم، اللي هو يكونوا ليهم نفس الرقم الريفيجن، ليهم نفس النيم، ليهم نفس الانستنس. فنبدا بواحده واحده. الريفيجن سي مثلا الريفيجن نمبر واحد، النيم كلهم ليهم نفس النيم، زي مثلا هسميه ام اس تي اي. تمام. بعد كده الانستنس هقول مثلا انستنس رقم واحد هيبقى جواها الفيلانات، زي مثلا فيلانات من 10 لغايه 20. انستنس رقم اتنين هيبقى جواها فيلانات من 21 لغايه 30. انستنس رقم 3 هيبقى جواها فيلانات من 31 لغاية 40. هكرر بس الفيلان دي، فيلان من 10 لغاية 40. تمام. المفروض ان انا هروح على باقي السويتشز كلها واعمل نفس الكونفيجريشن. فلو جيت هنا قلت له شو رانينج اس
السكشن بتاع ام اس تي، هاخد الكونفيجريشن دي كده تكون ايدنتيكال على كل السويتشز. تمام، واتاكد طبعا ان الفي لينز اوريدي اكزيست، في لين من 10 لغايه 40، يا اما طبعا اكون مشغله بروتوكول الفي تي بي. لو جيت دلوقتي على كل السويتشز وقلت له هلاقي على مستوى كل الفيلين اللي هي 40 فيلين الروت سويتش واحد بس، كلهم ليهم نفس الروت سويتش، كلهم نفس الروت سويتش اللي هو في حالتي هو مين؟ سويتش 4. تمام، انا مش عايزه ده يحصل، انا لما عايزه دلوقتي اقول له شوت بيننج تري روت الاقي كل مجموعه عندي من الفيلينات يبقى ليها ام اس تي كالكوليشن واحده بس، لان حتى هذه اللحظه كل فيلان من دول ليها كالكوليشن خاصه بيها، ليها روت سويتش خاص بيه. تمام، فالخطوه اللي بعد كده اعمل ايه؟ هاجي على مستوى كل السويتشز في الكونفيجريشن مود واقول له بيننج تري المود اللي انا هشتغل بيه، البروتوكول اللي انا هشتغل بيه هو بروتوكول الام اس تي على مستوى كل السويتش. تمام، لو جيت المره دي تاني اقول له شو سبيننج تري، شو سبيننج تري الروت، لقيت فيها فعلا دلوقتي ظهر عندي كام انستانس؟ 3 انستانس بالاضافه لام اس تي 0 لسه هتكلم عنها دلوقتي، وهلاقي ان ليهم كلهم نفس روت سويتش. بس لا، بس مع الوضع في الاعتبار حاجه، ما بقاش كل دلوقتي فيلان ليها كالكوليشن خاص بيها، ده كل انستانس ليها كالكوليشن خاص بيها. ومين هو الروت سويتش على مستواهم كلهم؟ هو سويتش 4. تمام، لو قلت له شو سبيننج تري ام اس تي انتر، او لو انا عايزه اركز على ام اس تي معينه زي مثلا ام اس تي 1، تمام، قال لي ذي سويتش هو الروت بالنسبه لام اس تي 1، ده الروت جوه الريجن، هو هي ريجن واحده اللي عندي. تمام، نفس الكلام ام اس تي 2 ذي سويتش از ذا روت بالنسبه ل 3 ذي سويتش از ذا روت. تمام، بالنسبه لام اس تي 0 بقى، لو جينا هنا تاني ام اس تي 0 قال لك ده دلوقتي اولا بتستخدم في نقل الكنترول بلين جوه الريجن ذات نفسها. ام اس تي 0 دي بتستخدم عشان الكالكيوليشن والكنترول بلين جوه الريجن ذات نفسها. ولو قلت له هنا شو سبيننج تري بالنسبه لام اس تي 0 هلاقي دلوقتي اي فيلان عندي مش مابد لاي انستانس هلاقيها مابد الفيلان لانستانس 0. اي فيلان ملهاش اساسا كالكيوليشن ومش مش مابد، انا مش عامله لها مابنج لاي انستانس، هلاقيها باي ديفولت مابد لمين؟ لام اس تي 0. وبالتالي لو انا عايزه اقلل الكونفيجريشن على السويتشز بتاعتي مينيمم خالص، انا ممكن اعمل ايه؟ احدد المود على كل السويتشز ان المود بتاعي ام اس تي، احدد الريفيجن نمبر، ادخل جوه الكونفيجريشن يعني بتاعت الام اس تي واعرفهم كلهم ان هم ليهم نفس الريفيجن نمبر، ليهم نفس الاسم من غير ما اعمل مابنج، من غير ما اعمل انستانس مابنج، وساعتها بالظبط كان انا شغاله ببروتوكول الام اس تي ليجاسي سبيننج تري بروتوكول. ليه؟ لان كل الانستانس اساسا او كل الفيلانات هتبقى ماب ساعتها بالانستانس رقم 0، يبقى انا كده بالظبط كاني شغاله على بروتوكول الليجاسي سبيننج تري بروتوكول. ده لو انا حبيت ان انا اقلل الكونفيجريشن نهائي. تمام، بالمناسبه سي دلوقتي سويتش 4 احنا اتفقنا ان هو الروت على مستوى كل الانستانس بتاعتي. تمام، طب لو انا حبيت دلوقتي هو الروت بالنسبه لكل الانستانس بتاعتي، طب لو انا حبيت مثلا ان سويتش 2 على سبيل المثال هو يبقى الروت بالنسبه لمجموعه ثانيه من الفيلانات، مثلا على سبيل المثال فيلانات من 10 ل 20، نفس الكونفيجريشن اللي كنا بنعملها قبل كده. يعني هقول له بعد كده سبيننج تري، احنا كنا بنقول له سبيننج تري بالنسبه لفيلان كذا، لا المره دي هقول له ايه؟ ام اس تي اللي رقمها انا عايزة اخليهم بالنسبة للفيلانات من 10 ل 20. 10 ل 20 دول مبدأ على مين؟
على ام اس تي 1، يبقى بالنسبه لام اس تي 1 وباقي الكونفيجريشن كلها ايدنتيكال للي كنا بنعمله. يعني على سبيل المثال ممكن احدد البريورتي، ممكن استخدم الماكرو بتاع الامر بتاع روت برايمري، وساعتها هو لوحده هيلعب اصلا في البريورتي. يعني اقول له دلوقتي روت برايمري، تمام؟ وبالتالي لو قلت له دلوقتي شو سبانينج تري بالنسبه لام اس تي اللي رقمها 1، قال لي بالنسبة لرقمها 1 مين الماب فيلانات اللي عليها من 10 ل 20، والسويتش ده هو روت بالنسبة ل ام اس تي 1. تمام. طيب بقية الكونفيجريشن زي ما اتفقنا ايدنتيكال. يعني لو انت عايز تعمل تيونينج للباس للطريق، يعني السويتشز بتتنقل بينها وبين بعضيها، احنا كنا لعبنا قبل كده في الكوست، كنا لعبنا قبل كده في البورت باريورتي، هي نفس الكونفيجريشن تيبيكال، بس كل مره بدل ما تستخدم اوبشن فيلان هتستخدم الاوبشن بتاع ام اس تي ورقم الام اس تي بس، بقيه الكونفيجريشن كلها ايدنتيكال. تمام. طب انا عايزه دلوقتي اتست فعلا، نيجي كده على التوبولوجي بتاعي، عايزه اتست فعلا ان اي داتا ريليتد بفيلان 10 لغايه 20 زي مثلا 10 جايه من سويتش 3 راح على سويتش على سويتش 1 مثلا على سبيل المثال، عايزه اتاكد فعلا ان هي هتمشي عن طريق سويتش 2. نعمل الكلام ده كده، هكريت هنا انترفيس فيلان 10 وادي له اي بي زي مثلا 10.3 اوفر 24، ونفس الكلام فوق 4 اوفر 24، وهنتست كده فعلا على الباس فعلا هيمشي عن طريق سويتش 2 ولا لا. نكريت الكلام ده، هاجي على سويتش 1 انترفيس فيلان 10 اي بي ادرس، تمام، ونفس الكلام بالنسبه لسويتش 2 سويتش 3 بينج على 10.1 في كونكتيفيتي. تمام. لو قلت له دلوقتي شو ارب، انا عايز اوصل لسويتش، انا على سويتش 3 عايز اوصل لسويتش 1، لقيت سويتش 1 الماك بتاعه كام القيمه دي، تمام. فلو قلت له بعد كده شو ميك ادرس تيبل، عايز اعرض الجزء الديناميك بالنسبه للادرس بتاع سويتش 1، يبقى الميك تاني كده وانا سويتش 1 المفروض ده 1 سويتش 1 الاي بي بتاعنا اديت له 10.1، تمام. سويتش 3 اديت له اي بي 10.3، البنج شغال. ولو قلت له شو ارب المفروض ان ده الماك بتاع جهاز سويتش 1، المفروض لو قلت له شو ميك ادرس الدايناميك بالنسبة للادرس بتاع الديستنيشن ده المفروض يجيبه، المفروض هنا يجيبه شو اي بي انترفيس بريف، وعلى سويتش 1 شو اي بي انترفيس بريف طيب نشوفه على سويتش من وجهة نظر سويتش 2، هو المفروض هنا يظهر هنا عادي. طب تعالوا نعكسها، ام نوت شور ليه مش عايز يزلت هنا الماك ادرس تيبل، شو ميك ادرس تيبل جزء دايناميك
9 ده اللي هو فعلا 10 3 هو فعلا جايبه اهو، بس الاتجاه العكسي ام نوت شور ليه مش جايبه. تمام، فعلا بالنسبه لفيلان 10 الماج ده هو ده بتاع مين؟ ده بتاع 10 3 اللي هو سويتش 3. استخدم انهي بورت عشان يروح له؟ اسر 1 اوفر 2، اسر 1 اوفر 2. يبقى استخدم البورت ده 1 اوفر 2 عشان يوصل اساسا لسويتش 3. تمام، والمفروض ان سويتش 3 نفس الكلام بالظبط. لو انا قلت له هنا شو ارب بدا يظهر اهو، ام نوت شور ليه ما كانش ظهر في الاول. تمام، بدا يظهر بالنسبه، او سوري مش ده اللي كان الصفر، شو ميك ادرس تيبل بالنسبه للجزء الديناميك. ام نوت شور ازاي اساسا عندي قيمه بينجابل عندي وبالنسبه لي ورغم كده ملهاش انتري جوه الماك ادرس تيبل. ده مش لوجيكال، ده مش لوجيكال نهائي. ادرس تيبل ده عادي مش مشكله، سويتش 1 جايب ام نوت شور بينج على 10 3 شو ميك ادرس تيبل وعلى سويتش 3 المفروض شو ماك ادرس تيبل ظهر اهو. ام نوت شور ليه ما كانش جايبه من الاول. تمام، لان المفروض اللوجيك بيقول ان البنج اساسا ايكو ريكويست ايكو ريبلاي. اه صحيح انا السورس والماك ادرس تيبل بيتبني دايما اصلا بالسورس مش بالديستنيشن، بس المفروض ان بيبقى فيه ريبلاي، فالمفروض كان يظهر هنا برضه. ام نوت شور ليه، بس المهم دلوقتي تاني لما انا قلت له هنا شو ماك ادرس تيبل قال لي ان الماك الفلاني لو قلت له شو ارب تمام بالنسبه لواحد هو ده الماك بتاعه، وبالتالي لو قلت له شو ماك ادرس تيبل دايناميك بالنسبه للادرس ده انتر كان لسه ظاهر دلوقتي في الماك ادرس تيبل. اختفى، كان لسه ظاهر اصلا في الماك ادرس تيبل. يا اما احنا كنا لاعبين في الايدجنج تايم مخلينه قيمه قليله جدا. تمام، المهم تاني ان هو جاست لما بنكت طلع من اسر 2 على 3، 2 على 3 من البورت ده. كده في اي مشكله في الجزء ده؟ هو هنا بس على سويتش 3 واضح ان الماك ادرس تيبل بيتمسح لحظيا. ام نوت شور ليه في اي مشكله في الجزء ده؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال بس اللي هو ده فعلا كان سؤال حلو. عدد الانستنس احنا اتفقنا ان هم 16 انستنس، بس طبعا بيفرق من فيرجن للتاني من بلاتفورم لبلاتفورم. يعني الاي او يو عندي بيسبورت لغايه كام؟ لغايه 4095 انستنس، بس احنا اتفقنا في الشركات عاده 3 is more than enough، 3 كويس جدا انستنس. تمام، في بلاتفورم هتلاقيها بتسبورت لغايه من 0 لغايه 15 بس، يعني 16 انستنس، فعلى حسب البوكس اللي انت شغال عليه. تمام، طيب تعالوا بقى ندلت كل الكونفيجريشن اللي انا عملتها ونرجع تاني نعملها بس على في تي بي فيرجن 3. المفروض دلوقتي لو انا كريتها، لو كريت الانستنس بتاعي او الكونفيجريشن بتاعت الام اس تي على اي سويتش فيهم هلاقي ان الكونفيجريشن دي سمعت على باقي السويتشز كلها. فندلتها ازاي؟ هقول له نو سبانينج تري ام اس تي كونفيجريشن جاست لايك ذات. كده المفروض ال ام اس تي اساسا كونفيجريشن انا دلتها خالص. تمام، شو سبانينج 3 ما بقاش عندي الا ام اس تي 0 بس. ليه تاني؟ لان البروتوكول دلوقتي باي ديفولت اساسا اللي انا مشغلاه انا ما لغيتش الا الامر بتاع الانستنس بس او الكونفيجريشن بس، لكن المود لسه ستيل موجود، وبالتالي كل الفين انا دلوقتي مبدا على مين؟ على ام اس تي 0. اي فيلانات عندي دلوقتي مبدا على ام اس تي 0. تمام، طيب واتفقنا ساعتها ان انا بشتغل كاني بالظبط شغاله على بروتوكول الليجاسي سبانينج 3 بروتوكول. نشغل بقى دلوقتي تاني كده ال في تي بي فيرجن 3. اعتقد ان هما محتفظين
اساسا اعتقد ان هما محتفظين باسم الدومين نيم شو في تي في ستيتس سيسكو شو في تي في ستيتس سيسكو كلهم محتفظين باسم الدومين. تمام، يبقى انا كده اول حاجه عملتها ايه، شغلت فيرجن 3. هاجي على اي سويتش منهم احوله للبرايمري VTP primary، بس المرة دي انا هشغله primary مش للابليكيشن بتاع ال VTP الفيلان، انا المرة دي هشغله للابليكيشن بتاع ال MST. طب ما انا اوريدي سيرفر، شو VTP status، انا اوريدي السيرفر بتاعي دلوقتي هنا. سوري، لا انا فعلا اللي غلطانة، لان معلش سوري، الفيتشر VLAN السويتش باي ديفولت بيبقى سيرفر، بس بالنسبة لل MST السويتش باي ديفولت بيبقى ترانسبيرنت، فسوري دي انا اللي غلطانة فيها. VTP مود سيرفر، بس بالنسبة لأني ابليكيشن ال MST. لو جيت بقى اقوله تاني هنا كده، شو برايمري MST او VTP برايمري MST تمام. نبدا بقى نظبط الكونفيجريشن دلوقتي، نكريت بس هنا اي انستانس كده ونشوف فعلا هتتنقل ولا لا. فاقول له هنا spanning tree mst configuration، واقول له هنا احنا اتفقنا اول حاجه الريفيجن واحد، مثلا النيم هسميها مثلا mst او نسميها vtb mst اي اس، وبعد كده انستنس اللي رقمها واحد هعمل له مابنج على الفيلانات من 10 لغاية 20، انستنس 2 من فيلانات 21 لغاية 30، انستنس رقم 3 فيلانات من 31 لغاية 40. تمام، المفروض كده ان الكونفيجريشن اللي انا عملتها كلها هتتنقل. طب ازاي ان انا افريفاي فعلا ان الكونفيجريشن اللي انا عملتها اتنقلت؟ لو قلت له دلوقتي شو ام اس تي، شو سبيننج 3 ام اس تي 0 ام اس تي كونفيجريشن شو سبيننج 3 ام اس تي كونفيجريشن، دي الكونفيجريشن هنا سمعت، هاجي بس على بقيه السويتشز لان هي ما سمعتش هنا، واحولها لسيرفر، لان احنا شفنا بعنينا دلوقتي ان الديفولت بتاع السويتش اساسا ان هو ترانسبيرنت. فاجي على سويتش 2 واقول له هنا في تي بي المود بتاعي سيرفر او كلاينت وات ايفر، نخليه مثلا كلاينت بالنسبه للام اس تي. سويتش 4 المفروض ان الكلام ده دلوقتي هيسمع هنا، شو spanning 3 mst configuration بدا يسمع اهو، شو spanning 3 mst configuration، على كل السويتشز بدات الكونفيجريشن فعلا تظهر عندي. تمام، لو في اي اسئله قبل ما ناخد اخر توبيك في المالتيبل spanning 3 بروتوكول. بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل كده، هدلت بس كل الكونفيجريشن اللي انا عملتها. كده كله اتدلت. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. التوبولوجي اللي احنا هنعمله دلوقتي زي ما قلت لكم هو مش كومن في الشركات، يعني لان زي ما قلت لكم هو يعني ريجن واحد مور ذان انف.
تمام. هاجي على سويتش واحد هخليه في ريجون اي، سويتش اتنين هخليه في ريجون بي، سويتش تلاتة واربعة هخليهم في ريجون سي، وبالتالي سويتش وان هو اللي هيبقى الروت سويتش جوه ريجون بنسميه ريجون روت سويتش، سويتش بي او سويتش اتنين هو ده برضو اللي هيبقى روت جوه ريجون بي، وهيحصل الكشن ما بين سويتش تلاتة وسويتش اربعة على روت سويتش فيهم، اغلب الظن هيبقى هو سويتش اربعة. تمام، نجرب كده الكونفيجريشن دي، وطبعا بناء على ايه مين هو روت سويتش؟ على نفس الكالكوليشن اللي احنا كنا حسبنا بيها الليجاسي كومن سبيننج تري بروتوكول عادي جدا. فنعمل الكلام ده كده، هاجي على سويتش 1 هقول له هنا سبيننج تري ام اس تي كونفيجريشن، هقول له انستانس او نخليها الاول من الاول ريفيجن، هديله مثلا ريفيجن واحد، النيم ايه، انستانس هخليه مثلا الانستانس رقم واحد بالنسبة للفيلا نت من 10 لـ20. سويتش اتنين سبانينج تري ام اس تي كونفيجريشن، الريفيجن اتنين بالنسبة للنيم هسميه بي، بالنسبة للانستانس هخلي انستانس رقم اتنين، دي مبدأ الفيلا نت احنا خليناها نت من 10 لـ20، يبقى دي من 21 لـ30 فيلان، من 21 لـ30. بالنسبة لسويتش تلاتة واربعة the same configuration spanning 3 MST configuration الريفيجن تلاتة، النيم سي، الانستانس سي مثلا هسميها انستانس تلاتة، بالنسبة للفيلا نت مثلا احنا عملنا 10 لـ20 20 لـ30 يبقى من 31 لـ40. ذا سيم كونفيجريشن هعملها على سويتش 4 شو رانينج سيكشن الام اس تي، ريفيجن تلاتة، النيم سي، الانستانس تلاتة، فيلين عشان اتأكد ان هما ماتشد من 31 لـ40. تمام، وطبعا البروتوكول اللي شغال عليهم كلهم هما بروتوكول ال MST، يعني في الكونفيجريشن مود انا ما كنتش لغيت الامر ده اللي هو سبانينج 3 مود MST. تمام، لو جيت دلوقتي مثلا على عليهم كلهم وقلت له شو سبانينج تري مين هو الروت، لقيت عندي هنا في هنا روت بالنسبه لام اس تي 1 وام اس تي 0، نفس الكلام هنا 1 و 0 1 و 0، ده ليه؟ لان كل سويتش فيهم دلوقتي جواه كالكوليشن خاصه بيه هو. سويتش 3 و 4 موافقين ان الروت سويتش هو مين، او نقول له هنا شو سبيننج 3 ام اس تي، في عندي هنا بالنسبه لام اس تي 0 بيقول لي دلوقتي ان الروت سويتش هو ده والريجنال روت سويتش هو ده. تمام، يعني ايه الروت سويتش؟ احنا اتفقنا ان الشبكه دي من وجهه نظر، او نسيت اقول لكم دي او قلناها في اول يوم تقريبا، قلنا ان من وجهه نظر بروتوكول الستاننج تري بروتوكول ان عندي سويتش اي كونكتد بسويتش بي كونكتد بسويتش سي، وواحد منهم هو الروت. هفترض ان سويتش سي هو ده الروت سويتش بتاعي. تمام، معنى كده ان اي وبي لو عايزين يروحوا لبعض الترافيك هيعدي عن طريق مين؟ السي. تمام، فعشان كده جاب لي هنا ان في اتنين روت، روت بالنسبه للريجن اللي انا فيها وروت تاني بالنسبه للتوبولوجي بصفه عامه. لو رحت عند سويتش واحد مثلا قلت له شو سبيننج 3 بالنسبه لبروتوكول الام اس تي، قال لي دلوقتي ان الريجنال روت سويتش هو مين؟ هو ده الاي بي بتاعه هو ذات نفسه، ده البريدج هو ده ذات نفسه، او ريجنال بالنسبه للريجن كلها سوري، ده الريجن كله اللي هو سويتش مين؟ السويتش 4، ده كده الماك بتاع سويتش 4. تمام، لو جينا نشوف بالنسبه للام اس تي 1 مثلا
ده الماك بتاعي وده الروت سويتش تمام. ده انهي روت؟ ده اللي جوه اساسا الشبكة ذات نفسها. طيب مفيش عندي ام اس تي 2، هو ام اس تي 1 بس، احنا كنا كريتنا انستانس واحدة بس تمام. يبقى بالنسبة لزيرو ام اس تي 0 هلاقي في عندي الريجنال روت سويتش، ده اللي هو مين؟ ده الماك ادرس بتاع السي اللي هو في حالتي سويتش 4، لان سويتش 4 ده هو روت سويتش بالنسبة للريجن اللي هي السي، وهو ريجنال روت سويتش بالنسبة للتوبولوجي بصفة عامة. يعني معنى كده ان اي ترافيك من A لغاية B لازم يعدي عن طريق مين الاول؟ عن طريق سويتش 4 تمام. طب بالنسبة لسويتش 2 نجرب برضو نفس الكلام، شو سبيننج 3 ام اس تي بالنسبة للانستانس 0 هلاقيه بيقول ان الريجنال روت ده اللي هو سويتش 4 لو نزلت تحت كده. بالنسبة لام اس تي 1 الروت سويتش بالنسبة لام اس تي 1 دي سويتش هو الروت بالنسبة لام اس تي 1 تمام. هيبقى عندي روت سويتش جوه نفس الريجن لكل ريجن، وهيبقى عندي روت سويتش ريجنال روت سويتش بالنسبة للتوبولوجي كله على بعضه تمام كده. الستاننج تري او المالتيبل ستاننج تري بروتوكول خلص. لو في اي اسئله